لا يكاد يخلو حي أو شارع أو زقاق في مدننا من منظر وجود أكياس بلاستيكية أو بقاياها، إما مطمورة في التربة أو في زوايا الأمكنة أو على أشجار الطرقات والبيوت، ونجدها كذلك في برك الماء. وأما تواجدها المخيف فيكمن في أسواق القات، حيث الاستخدام المفرط لها، وهي ما تشكل خطرا بيئيا على المجتمع. الشوارع امتلت بالبلاستيك هذا العلاقي حق الجيتان، اكثرها استخدام للقات واكثرها تواجدا في الاماكن اللي بيع القات، يعني السوق المركزي، حتى في الريف، سوق عنس، سوق بيت الكوماني، رصابه، يعني اصبحت القراطيس تملا الوديان وحتى الجلب الارض التابعه للمزارعين، يعني حتى ومخاطرها أكبر من ما من الاستخدام نفسه. موضوع الأكياس البلاستيكية والعلب الفارغة اللي موجودة الآن في الأسواق، موجودة في كثير من المناطق، تعبر عن صفة غير حضارية من الناس أنهم يرجموا بهذه الأشياء في مناطق متفرقة، في الطرقات، في أي مكان، يعني تسبب تلوث كبير للبيئة. عندما تتجمع هذه مع الوقت تسبب غاز الميثان، قد تضر في صحة الحيوانات والطيور. المواد البلاستيكية هي تعتبر من الأضرار السامة، وخاصة فيها المواد الملونة، وتستخدمها بعض المحلات لبعض الأطعمة الطازجة والمطبوخة. وأيضا بالنسبة للمواد البلاستيكية القرطاسية التي ينشروها في الساحات أو جوار المنازل أو الأراضي الزراعية، تقوم المواد البلاستيكية أو القرطاسية بوجودها داخل التربة، وهذه تعمل على حجز التربة وحجز البذور بعدم وصولها إلى الجذور الرسمية لتنبت، مما هذه تعمل على خراب الأراضي الزراعية، لأن هذه المواد البلاستيكية لا تتحلل. خطورة هذه الأكياس البلاستيكية أنها لا تتحلل في التربة ولو بعد عشرات السنين، كما أن طريقة صناعتها بشكل يخالف المواصفات والمقاييس يفاقم تلك المخاطر، إضافة إلى ما تمثل هذه الأكياس الملونة المتناثرة على الأرض والمتطايرة في الهواء من منظر مزعج وغير لائق، فهي مصدر أساسي في التلوث البيئي. المواد البلاستيكية المضرة للبيئة أضرارها كثيرة جدا، من أهمها الأضرار على التربة، وأيضا عدم تحللها كونها لا تتحلل بالتربة. نتمنى من الجهات المعنية في حماية البيئة تبدأ البدائل الآمنة للبيئة والتي سريعة التحلل مع التربة وتحمي البيئة، لأنه المنظر الجمالي سيء في المواد البلاستيكية، أيضا الأضرار اللي تطرق لها سابقا. بالنسبة لاستخدام البلاستيك هذا أصبح في اليمن، يعني قد البلاستيك هذا مغطي الشوارع ومغطي الجرب، حتى في الوديان مغطي كل حاجة، يعني أصبحت خطرة. وأنا متأكد اللي يعرفوا في مجال التصنيع أن البلاستيك هذا مؤثر صحيا على الشباب وعلى الأطفال وعلى الإنسان بشكل عام. أتمنى من الجهات الاهتمام بهذا الجانب، على حتى مكتب النظافة والتحسين، أيضا صحة البيئة في مكتب الأشغال، صحة البيئة المفروض أن يتابع هذا الموضوع ويكون شريك معه. طبعا في دول أخرى هو يستخدمون الأكياس الورقية اللي يحفظوا بها، بس عندنا في اليمن بحكم أن الناس أكثرهم بيخزنوا ويستخدموا الأكياس هذا البلاستيكية، انتشرت بشكل كبير ورخيصة، وتصنيعها موجود في يعني بشكل كبير، لذلك تكون متناولة لأيدي الناس، فتكون سهل أنه يستخدمها وسهل أنه يدربها في أي مكان. نرجو من الجهات المختصة أو الجهات العليا ووزارة الصناعة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد على أن ينظروا إلى هذا الموضوع بالنظرة الكبرى في عملية البديل لهذه المواد البلاستيكية، وأن يعملوا عملات قرطاسية على أساس من الأكياس الورقية التي يستخدمها المواطن لعدة مرات، كما كان يستخدمها في من قبل، كان يستخدمها لعدة مرات الأكياس الورقية،
بدلا عن الاكياس البلاستيكيه التي تعمل تلوث للبيئه. وعندما تجمع الاكياس البلاستيكيه هذا تجمع جميع الحيوانات والصراصير والفئران والكلاب الضاله وغيرها من الحيوانات التي تضر بالبيئه. ندعو من خلالكم الناس والمواطنين ان تكون هذه الاشياء تحفظ في اماكن اتلافها وحريقها، وندعو البلديه ان تجمع هذه الاشياء لان اشياء فعلا مضره في البيئه بشكل عام اللي احنا متواجدين حولها، مضره في البيئه الحيوانيه وصحه الانسان. يمكننا الحد من هذه الظاهرة البيئية التي تهدد نظافة وصحة المحيط بنا في ترشيد الاستهلاك لاستخدام أكياس البلاستيك وكل ما يصنع من هذه المادة من قنينيات وأكواب وأوعية للطعام وغيرها، والوصول إلى قناعة حقيقية بأن هذا خطر يتراكم إلى وضع قد لا يمكننا السيطرة عليه.